أهلا وسهلا فيكم من جديد. ومثل ما قلنا قبل شوية، في كثير من الأحيان تشعر الأم بالذنب أو التقصير خلال تجاه أولادها، رغم طبعا الوقت الكافي اللي هي بتحطه في الرعاية والانتباه وكيف بتربيهم. صحيح، يمكن شعور المرأة العاملة الأم بالذنب والتقصير تجاه أبنائها مرتبط أساسا بالضغوط المجتمعية اللي في كثير من الأحيان تحمل المسؤولية الكاملة في تربية الأبناء بس للأم، رغم أن الموضوع مختلف تماماً. صحيح. يعني تربية الأبناء يفترض أنه يكون متقاسم بين الأب والأم بشكل كامل. يعني أكيد. وإحنا معنا اليوم السيدة موزة سيف الشحي، مدير إدارة الإرشاد الأسري في إدارة تنمية المراكز الأسرية في الشارقة. نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. أهلا وسهلا عزيزي. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا سيدتي وسهلا. عزيزة، يعني خلينا في البداية نبتدي بالسؤال، ليش تشعر الأم بهذا الإحساس اللي لما تكون عاملة وتطلع ترفع عن نفسها تحس دائما بالتقصير تجاه أبنائها؟ تأنيب الضمير زي ما يقولوا. طبعا هذه المرأة العاملة شيء ضرورة ماسة في هذا المجتمع أو في الزمن الحالي، ومسؤولياتها تجاه أمومتها، تجاه بيتها، تجاه تربيتها لهؤلاء الأبناء يحملها قدر كبير وهائل من المسؤولية. خروجها للعمل قد يشعرها أنها تقلل من قيمة المنزل أو تقلل من مدى اهتمامها بالأبناء، خصوصا إذا كانوا عندها أطفال صغار. قد تكون نظرة المجتمع لها مثل ما تفضلتي، نظرة المجتمع لماذا يعني لا يدعم عملها، لماذا تخرجين للعمل، لماذا أهملتي في المنزل مع حاجتها الماسة للخروج للعمل. كل هذه الأمور تشكل ضغوط على الأم، لذلك تشعر أنها مضغوطة قلقة حتى أثناء خروجها. احنا ما نتكلم بس خروج العمل مثل ما قال الاستاذ، حتى خروجها للترفيه عن نفسها، الالتقاء بصديقاتها، هذا كله يمثل لها بعض الضغوط النفسيه والالتزام، خصوصا اذا ما كان الزوج الداعم الاول والرئيسي لابناء لعملها وخروجها، وكذلك الابناء. يعني حتى الابناء لهم جانب من المسؤوليه ولهم دور من ادوار الدعم لخروجها او عدمه. يمكن انت ذكرتي نظره المجتمع، دائما نظره المجتمع للام العامله يقول انه هي ما عندها وقت لأولادها، هي تسافر كثير، يمكن كيف تسيب زوجها وأولادها في البيت، فيمكن هذا يسبب ستريس ولا يسبب ضغط عليها. لكن هي في أمهات تكون واعية وعارفة هي كيف توفق، بس في ناس مو عارفين كيف يوفقوا بين العمل وكيف والبيت. وهذه الميزة في المرأة العاملة، المرأة العاملة جدا قادرة على تنظيم وقتها بدرجة كبيرة، لأنها عارفة أن عندها وقت محدد في البيت ووقت محدد في العمل. صح. لذلك هي أكثر الناس قدرة على تنظيم الوقت وإدارته، على تنظيم الأولويات، الاهتمام بكل التفاصيل مع انشغالها بالعمل. حلو. كل تفصيل في المنزل هي قادرة على متابعته، على خلينا نقول الاهتمام به بكل تفصيل من تفصيلات المنزل، لكن هذا لا يمنعها من أنها مهتمة أيضا بعملها. أكيد. العمل يجعل من المرأة أكثر قدرة على التفكير، أكثر قدرة على القيادة. صحيح. أكثر قدرة على تنظيم الوقت مثل ما تكلم. أكيد. بس في كثير من الأحيان عفوا سارة، كيف تقدر هالامرأة هذه تتعامل مع هالضغوط هذه الكبيرة اللي تجيها؟ في بعض الأحيان تجيها الضغوط من الزوج، لما مثلا الابن يجيب علامات سيئة يقول لها ها هذا بسبب انشغالك انت، اي طول الوقت برا الشارع وتارك عيالها، يصير يلومها يعني. فيبتدون يلومونها. في بعض الأحيان امها، في بعض الأحيان ام الزوج، فكيف تتعامل هي مع الضغوط؟ يعني هي اللي فيها وكفيها مسكينة. اي والله. يجون بعد يزودونها. الام العاملة لابد ان ترتب وقتها مثل ما قلت، هي قادرة التنظيم، إذا لابد أن يتخصص وقت لكل شيء، لا تهمل أي جانب من الجوانب، لازم تكون عندها قدرة على موازنة الأمور بطريقة صحيحة وبآلية صحيحة. في وقت للعمل، الوقت اللي أقضيه مع أبنائي لازم أنا أربيهم في هذا الوقت، لازم أدرسهم، أعلمهم، مفروض أني أنا بعد مسؤولة عن أني أنا يطلعون يتمشون يغيرون جو، كل هذه كلها مسؤوليات كلها تكون عن طريق التنظيم والترتيب. ممكن ان خلينا نقول الضغوط التي تتعرض اليها من الزوج او من الام او من ام الزوج تناقشها معاهم، يجلسون على طاوله مع الشخص مثلا اللي ضد عملها او ضد خروجها، ويضعون جدول كامل شو الاولويات اللي هي لابد ان تقوم بها، ما هو وجوه التقصير. ممكن اكون انا مقصره بدون ما اشعر اني انا مقصره. أيوة. في جانب من الجوانب. أيوة. ممكن الجالس في البيت. طب حلو. طب سيده موزة، بس تعطينا مثلا نصائح او نقاط ممكن المراه تتبعها عشان تقدر هي تحط هذا الترتيب ولا الموازنه بين العمل والبيت. طبعا خلينا نقول اول دور الدوله في هذا الموضوع. الدوله تعطي المراه حق انها تاخذ 3 شهور فترة إجازة اللي هي بعد الولادة. 6 شهور بعدها للرضاعة
ساعتين من فيكون عدد ساعات اقل، فانت وقت كثير ممكن تقضيه مع الابناء، بعدها ست شهور ثانيه ساعه كامله، فهي سنه كامله. نتكلم على دوله الامارات طبعا. اي طبعا دوله الامارات نتكلم، فهو سنه كامله تقريبا الدوله داعمه للمراه، اذا هني ما عندها حق يعني او ما لها حجه في انها تقول ان الوقت وايد طويل. أيوه. بالنسبه لي كمراه عامله اني انا اقضي الوقت خارج المنزل. وكثير من الممارسات في غير دولة الإمارات ممارسات كثيرة تساعد وتساند المرأة. إذا رأينا أفضل الممارسات خلينا نشوف أستراليا. أستراليا مثلا إذا كانت الأم عاملة تعتمد على جارتها الغير عاملة، والدولة تدفع للجارة، تدفع للجارة مبلغ شهري عشان حتى يعني تنتبه. كم تقريبا يدفعون الجارة؟ ما عندي الأسعار يعني أو المبالغ، لكن أيه. مبلغ جيد يعني كأنه راتب للجارة. جميل والله صراحة. واجب ما راح يشتغلون، بيجلسون وبينتظرون الليالي. من الممارسات الجميلة اللي احنا نتمنى انها تكون موجودة عندنا هنا في الوطن، خصوصا في الوطن العربي، ان المرأة تشتغل عن بعد، ممكن انها تشتغل بوقت جزئي بس، ممكن اكثر من موظفة في وظيفة واحدة. جميل. بحيث ان الراتب يتقسم على اثنين. بعض الدول ايضا حلو صح. يمكن احنا كمان تكلمنا في البرنامج كثير دحين صار في وظائف من البيت زي ما ذكرتي، صار في فكره البارت تايم، صارت الناس متقبل هذا الشيء، وكمان الشركات صارت تقبل وكمان توفر هذا الشيء للموظفين. الشركات الخاصه كثير تقوم بهذا الدعم للمراه، وهذا يساعدها في المسؤوليه المجتمعيه تجاه هذا المجتمع. جميل. السيده موزه سيف الشحي مدير اداره الارشاد الاسري في اداره تنميه المراكز الاسريه بالشارقه، شكرا لك، يعطيك ربي العافية. الله يسلمك.